اصنع ما شئت، لكن لن أنساه، لن أنساه، وسأظل أفضله، وسأظل أرى بأنه الأمتع والأفضل، وسأظل أحبه ولا أقارنه بأحد. يا سلام عليك يا فيتوري، عالمية منك يا فيتوري، الله يبارك. للمعداني في البعيدة، فوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة. فقط المدرب المساعد ونجم الأهلي الكبير ونسخير محمد المجدوب اللي يتحصل على فرصة ثمينة ويتواغل بكرة داخل منطقة 18 ياردة. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car. بدأت حكاية التحدي الذي اتخذ من الفهد شعارا له مع بطولة الدوري الليبي لكرة القدم رسميا منذ أول موسم كروي رسمي. وخلال مواسم الستينيات تذوق فريق التحدي طعم البطولات مبكرا خلال الموسم الرياضي 66-67-900 حين توج باللقب الأول في تاريخه ليكون أول فريق من فرق المنطقة الشرقية يتوج باللقب. جاء تتويج الفهود بعد تنافس قوي ومثير مع فريق الاتحاد، ففي مباراة الذهاب الأولى التي أقيمت بطرابلس فاز الاتحاد 4-0. وفي مباراة الإياب بملعب البركة ببنغازي تفوق التحدي 2-0 أحرزهما محمد المجبري وسعد سليمان، ليكون الموعد مع مباراة فاصلة ثالثة بملعب البركة ببنغازي كانت حاسمة. حسمها التحدي لصالحه 2 محمد المجبري وسعد سليمان وبقيادة المدرب الراحل مفتاح فنا، ليحقق التحدي أول ريمونتادا في تاريخ ونهائي الدوري الليبي. واعتمد الفريق خلال مواسم الستينيات على المدرب الوطني، حيث تعاقب على تدريبه عدد من المدربين المحليين، لكنه استعان في أواخر الستينيات بمدرسة اليوغوسلاف التي كانت أول مدرسة تدريبية تتولى الإشراف على تدريب الفريق من خلال المدرب اليوغوسلافي باتا. ثم كانت مرحلة السبعينيات مرحلة أخرى من المراحل الهامة في مسيرة الفهود، ومثلت نقلة كبيرة في مسيرة النادي العريق بعد تعاقد إدارة النادي مع المدرب المصري علي شرف الدين سليمان قادما من الزمالك المصري، حيث نجح هذا المدرب الكبير في إعادة بناء فريق مثاليا ونموذجي بجيل جديد منضبطا حتى في طريقة دخوله ومغادرته للملعب مهما كانت النتيجة. عاد به إلى الواجهة المحلية بعد غياب والمنافسة قويا، حيث جاء الفريق في أول موسم له بقيادة مدربه المصري علي شرف موسم 71-72-900 في المرتبة الرابعة. ثم استمر الفريق في أدائه التصاعدي على مستوى الأداء والنتائج ليتوج مسيرة 7 سنوات من العمل والصبر بعودة الفريق إلى منصات التتويج بجيل صنع داخل أسوار القلعة البيضاء، ليتوج التحدي باللقب الثاني في تاريخه في الموسم الرياضي 76-77-900 بعد موسم مثالي تصدر فيه مجموعته بجدارة بعد خوضه 18 مباراة سجل خلالها الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات وفقد نتيجة مباراة واحدة فقط، ليتأهل للدورة الثلاثية لتحديد هوية بطل الموسم. بطل الموسم جمعته بفريق الاتحاد والقرضبية، لكن التنافس على اللقب اقتصر مرة أخرى بينه وبين فريق الاتحاد، حيث فاز التحدي على القرضبية ذهابا بطرابلس بهدف لاعبه فرج شبير، وإيابا بثلاثية أحمد الفلاح 2 وهدف ثالث للاعب صلاح الفيتوري. وفاز على الاتحاد ذهابا 0-1 أحرزه لاعبه أحمد الفلاح،
وخسر إيابا مع الاتحاد، غير أن تعثر الاتحاد وتعادله المفاجئ مع القرضبية مهد طريق البطولة للفهود. وكانت مواسم الثمانينيات من المواسم الهامة في مسيرة الفريق، رغم ابتعاده عن المنافسة ومروره بفترات عدم استقرار فني، إلا أنه قدم جيلاً قوياً وأسماء رائعة، غير الحظ العاثر لازم ورافق مسيرة هذا الجيل الذي حقق أفضل ترتيب له، المرتبة الرابعة على مستوى بطولة الدوري الليبي. وخلال مواسم التسعينيات تعرض الفريق للهبوط لدوري الدرجة الثانية، غير أنه عاد واستعاد توازنه سريعاً إلى دور الأضواء في الموسم الرياضي 92-93، ليعود قوياً مستعيداً هيبته وشخصيته القوية بجيل ذهبي من أبناء الفهود قاده بامتياز هدافه أحمد المصلي وزميله سالم التورغي، الذي شكل معه ثنائياً متناغم ليعانق بعدها بسنوات قليلة البطولة الثالثة في تاريخه. في الموسم الرياضي 96-97 و1000 جاء التتويج الثالث للفهود عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق المحلة بملعب بني غازي بهدفين لصفر، أحرزهما كل من ناصر العدولي وأحمد المصلي وبقيادة المدرب الوطني أحمد بن سويد. كما نجح الفريق في التتويج ببطولة النسخة الأولى عام 1997 لبطولة كأس السوبر الممتازة عقب فوزه على جاره النصر بمجموع المبارتين، حيث فاز في اللقاء النهائي الأول ذهابا بهدف لصفر أحرزه لاعبه علي بن سعود، وتعادل إيابا بهدف لهدف أحرزه لاعبه ناصر سعيد. وخلال مواسم الألفية كان الفريق قريباً من التتويج بلقب رابع، لكن المدينة خطف منه اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، حيث كان فريق التحدي هو المبادر والسباق ليكتفي بدور الوصيف في الموسم الرياضي 2000-2001. وخلال الموسم الرياضي 2017-2018 عاد التحدي متحدياً كل الظروف والصعاب، وفي وقت كان يمر فيه بأشد الأزمات التي مرت عبر تاريخه، ليجدد علاقته بركوب الصعاب لينجح في التتويج بلقب الدوري المؤهل للمشاركات الخارجية في موسمه الاستثنائي الذي حقق خلاله 8 انتصارات متتالية لم يتذوق خلالها طعم الخسارة، بعد دورة قوية ومثيرة أقيمت لأول مرة على ملعب مدينة مساعد، حيث تفوق على الأهلي طرابلس بهدفين لصفر بفضل ثنائية هدافه عامر تورخي، وعاد ليفوز في مباراته الثانية على فريق الاتحاد بهدفين لهدف أحرزهما هدافه عامر تورغي، الذي قاد فريقه لانتصارين متتاليين. وقاد الفريق في هذا الموسم الاستثنائي لاعبه السابق ومدربه صالح رحيل، وللتحدي علاقة كبيرة ووطيدة برقم التفاؤل والسعادة 7، حيث ارتبط هذا الرقم ورافق الفهود في بطولاته 3، حيث بدأت قصته مع الرقم 7 عندما نجح في الحصول على بطولة الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه عام 67-900، وتكرر موعد التحدي مع الرقم 7 حين استطاع التتويج باللقب الثاني في تاريخه عام 77-900، قبل أن يعود عام 97-900 ويحقق اللقب الثالث، ثم بلقب النسخة الأولى لكأس السوبر الممتازة، ثم الفوز ببطولة التأهل الأولى لتمثيل الكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا عام 2017. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. Ravenol, the lifeblood of your car.